اليوم احنا عندنا النشاط هو نشاط مستردي من برنامج السنوي، والفئه المستهدفه فيه هي الساكنه ديال الشارع. هذه غا جيست كيف ما تيقولوا من جمعيه عقول الذهبيه لهاد الناس هادو، واحساس نوصل لهم ميساج باننا حنا راه كنحسوا بكم، راه واخا حنا يعني كنسدوا علينا في ديورنا وكنتغطاو جمانطاج وثلاثه وكيجينا البرد، وهاد الناس هادو راه تي يعني في تيتغطى بمانطه وحده والشتاء والبرد. يعني هنا هو ماشي غادي نحلوا المشكل، ولكن التفاته منا ونوصلوا لهم ميساج باننا حنا راه كنحسوا بكم. جمعيه العقول الذهبيه هي جمعيه ديال الحي تتنشط في درب كبير بالضبط، يعني اغلبيه الانشطه ديالها كتكون مستهدفه الساكنه ديال درب كبير. انشطه عندنا جوج انشطه اللي كتكون خارجيه، القافله وبعد حفر الابار. الانشطه الجايه ان شاء الله تعالى هي غادي يكون انشطه في رمضان، وغتكون انشطه مستهدفه الشبيبه والاطفال ان شاء الله تعالى. نطلب الله سبحانه وتعالى التوفيق. هاد الالتفاته هادي تتخص ساكنه الشارع، كلنا تنعرفوا الصعوبات اللي تيعيشوا في تقلبات الجو وقله الحاجه، فبالتالي الالتفاته الهدف منها تخفيف من المعاناه ديالهم. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نقدموا لهم واحد الوجبه غذائيه متكامله. من تقول متكامله يعني طبق رئيسي، الديسير، الماء، مشروب، يعني متكامله، ورفقتها واحد الغطاء جديد وبعض الملابس الداخليه. زياده على ذلك اترافقنا الدكتوره سلمى القيد اللي هي مشرفه على اللجنه الطبيه داخل الجمعيه، رفقتها واحد الممرضه باش تقدم واحد الفحوصات علاجيه لهذه الفئه. صحيح هذه المبادره ماشي حل جذري، ولكن في اطار التخفيف، لان تنعرفوا المعاناه اللي تعيشوا ساكنه الشارع، فبالتالي احنا كمجتمع مدني خصنا نكثفوا الجهود ونكثروا من هذه المبادرات باش نقدموا لهم واحد الخدمه ونخفوا المعاناه ديالهم ان شاء الله تعالى.